مرحبا أستاذ عبد الرؤوف أحمد، كتير بدي أتشكرك إنك موجود معنا اليوم وإنك قبلت تطلع معنا. بدي أذكر إنه الأستاذ عبد الرؤوف كان أحد الأشخاص يلي رابطة عملت معه المقابلة من قبل. هو لاجئ سوري موجود بالدنمارك، تم سحب الحماية عنه وإرساله إلى أحد مراكز الترحيل وتفريقه عن ابنه، ولكن نحن اجانا خبر جدا مفرح انه رجعت انفتحت قضية الاستاذ عبد الرؤوف، ونحن اليوم موجودين معه لحتى نعمل معه ندردش معه ونسمع منه اكثر عن حيثيات الموضوع ونفهم كيف انفتحت القضية. فشكرا لك كثير استاذ عبد الرؤوف، واولا نحن بنبارك لك انه يعني قطعت جزء من الطريق، وان شاء الله عقبال ما يعني تجتمع مع ابنك كليا وترجع الحماية لإلك بالدنمارك وتكفي حياتك بأمان الله. أستاذ عبد الرؤوف، فيك توصف لنا بالضبط القرار اللي إجاك، وبناء على أي أساس رجعت انفتحت قضيتك؟ أنا اشتكيت للمنظمة الدولية، وشي بشكر الكادر اللي عندك، وبشكر السادة المشاهدين، ونفس الوقت يعني أنا من 22/4 إجاني رفض وترحيل من البلد، وعطوني مهلة شهر لازم أطلع برات البلد. أنا ما فيني أطلع برات البلد لأني يعني هن بدي يرجعوني على سوريا وأنا مطلوب بسوريا، ورجعت على سوريا يعني موت. يعني أنا جيت للدنمارك وطلبت من الدنمارك اللجوء والحماية الإنسانية والحماية، لأني أنا مضطهد ببلدي، واحدة تاني واحدة نظام قاتل مجرم سفاح ما خلى شيء ما يعني أساءه لشعبه. ونفس الوقت يعني أنا طلعت من البلد مالي نظامي، طلعت من البلد تهريب. وبعد بفترة زوجتي توفت بالأحداث، يعني قبل ما تجي لعند ابني بلم الشمل تقريبا شي 20 يوم، وابني ضل تحت القصف تحت الضرب كمان تقريبا 6 شهور حتى جبته لم شمل، وجبته عمره 12 سنة وربيته وتعبت عليه وخليته يندمج وعم يدرس، وهلا هو طالب جامعة. وانا اللي ساويته يعني لحالي، كنت اب وام له، حاولت قدر الامكان انه حافظ على الهدوء وعلى البيئة وعلى التربية الصحيحة، والحمد لله رب العالمين الله ساعدني ووقف مني وهذا الشيء. فإجاني الرفض، أنا عطوني مهلة لازم إنه تطلع بعد شهر. أنا ما فيني أطلع، وين بدي أروح؟ ما في مكان، ما في أي مكان تاني أروح عليه، ما في أي مكان تاني أروح عليه. هن بدناني أروح على سوريا، سوريا عم بعتوني إني على الموت. يعني أقول له إن أنا بعتك تروح تموت هنيك، لا أنا خليني موت هون، بعرف حالي هون، يعني لا حفوت على السجون السورية، السجون النظام، اتعذب أو انعدم أو إلى آخره. فهذا الشيء يعني عم يبعتوني على التهلكة. طب ما أنا جيت لهون طالب الحماية، طالب اللجوء، طالب أنا هارب من الظلم، هارب من الاستبداد، هارب من شيء إنه يعني ولا إلي أي حق من حقوقي كوني كإنسان أنا بهديك البلد. طيب شو تتوقع هلأ الخطوات التالية؟ يعني حضرتك لسه لهلأ موجود بأحد مراكز الترحيل، ما هيك؟ أنا نقلوك من مركز لمركز؟ لا، نقلوني من مركز الترحيل، هو شي حطوني بكم كتير كتير صعب، في من يعني من الناس اللي يعني معاملتهم الموجودين هناك سيئة، يعني اللي من هون اللي يعني بقسم تقريبا شبه مجرمين، يعني عرفت شلون، نسبة منيحة. بعدين نقلوني على كم تاني كمان مسكر، يعني سجن بكل معنى الكلمة. يعني إذا بدك تطلعي على الباب البراني بدك تعطي الهوية للكونتو، وبدك تعطي الهوية للهجرة إنك أنت طلعتي بالساعة الدقيقة بالدقيقة كذا ورجعتي بالدقيقة كذا،
وكان كل 14 يوم بس يومين إجازة يقدر يجي يشوف ابني فيهم، أقعد أنا وابني فيهم. فهلأ إنه فتحت قضيتي الحمد لله رب العالمين، والمحامي موجود، وإن شاء الله مستنى إنه موعد المحكمة، ولا أنا بكم مفتوح، كم مفتوح بإمكاني أنا مثلا إجي لعند ابني يعدي مثلا 4-5 أيام وأرجع كم بإمكاني، كمان إجي 4-5 أيام وأرجع كم كمان، يعني كم مفتوح مو مثل حكاية كم هذاك المغلق. طيب هلأ شو الخطوات القادمة؟ يعني نحن هلأ ما فينا نعتبر أنه صرت ببر الأمان، صحيح؟ لا لسه ما صرت ببر الأمان لسه أنا ساعتني ما صرت ببر الأمان، بما أني ساعتني بكم، لأنه بدنا نستنى فتح القضية، فتحت القضية بدنا نستنى جلسة المحكمة، موكل محامي الأستاذ نيلز، كثير من المحامين الشاطرين من اللي بحب اللاجئين، كثير إنسان محترم، كثير إنسان بكل معنى الكلمة، يعني بيساعد قدر الإمكان، يعني شو عنده وسيلة يقدر يساعدك فيها بيساعد فيها، كثير إنسان محترم. وإن شاء الله عم نستنى جلسة المحكمة لحنا، وجلسة المحكمة هي القرار النهائي، يا أما تعديل للجوء يا أما رفض. لو اعتبرنا انه القضيه ما رجعت انفتحت، شو كان حيبقى الحل؟ هل كنت رح تبقى قاعد بالكامب؟ هل كنت ممكن ولو للحظه تفكر انك ترجع لسوريا؟ لا انا مستعد، انا هون موت هون ولا موت هنيك تحت التعذيب وتحت وبالسجون وبالاقبيه، يعني برجع بقول لك انه نظام ما عنده رحمه، نظام ما عنده شفقه، ما عنده حس بشعبه، ما عنده حس بالناس اللي هم اللي يعني 25 مليون نسمة، يعني تشنطت منهم 14 مليون نسمة، 15 مليون نسمة، من عدل اللي مات، من عدل اللي بسجون، من عدل اللي في منهم مات ما حدا بيعرف عنه شلون ماتوا بسجون النظام. نظام مجرم، نظام ما عنده أي تقدير للإنسانية. بالنسبة لإلك هلأ إذا ما نحكي، ليه بتعتقد إنه كانت يعني الحكومة، يعني حضرتك عندك إثبات وعم تقول إنه أنا مطلوب بسوريا، ليه بتعتقد إنه كان في إصرار إنه لا بدهم يسحبوا عنك الحماية ويرجعوك؟ هو لأنه هلأ صار عمري أنا تقريباً 61 سنة، يقول لك هذا رجل كبير، فاكرين حالهم مثل أوروبا، يعني انه هذا الرجل صار عمره 61 سنه بنعطيه بنشيون، بنريحه، بنعمل له خدمات، بنعمل له كذا، واجباتنا اللي عليها اللي قلنا عليها واجبات علينا بدنا نأدي له اياها، فاكرين انه سوريا مثل حكايه الدنمارك او مثل حكايه اوروبا. هذا الشيء ما عندنا فيه بسوريا، ما عندهم كبير غير الجمل، ان كان عمرك 60 سنه وان كان عمرك 100 سنه، بتفوت على الابو بتفوت على السجن ما بتطلع لحتى تموت. فكرة أن إذا في حالات تانية بتعرفها كمان السوريين كانوا معك بالكامب، رجعت انفتحت قضاياهم؟ رجعت انفتحت قضاياهم الحمد لله رب العالمين، أخذوا سياسي 7-1، أخذوا أقوى من كانوا ماخذين من قبل، لأنه في إثباتات وفي دلائل أنه عم تثبت أنه النظام مجرم، يعني في المحامين عم يقدموا دلائل ونحن عم نقدم دلائل، ونحن نفس الوقت عم نطلع على شاشات التلفزيون عم نتهم النظام، ما احنا عم نتهم النظام، هذا واقع، هذا واقع، النظام عم يقتل بالشعب، النظام عم يجوع الشعب، النظام عم يحط الشعب بالسجن، اي واحد عم يحكي كلمه صغيره مباشرة عم يطلبوا على التحقيق. هي فنان قدير عباس النوري حكى انه يعني تعبنا كلمة تعبنا شو فيها؟ ما في شيء، انه تعبنا نحن، تعبنا
استدعوه على التحقيق واستدعوه وبدنا نحطوه بالسجن وبدنا نحطوه، يعني هذا الشيء يعني مين فينا بيقول تعبنا يعني؟ أكيد. مين فينا ما بيقول تعبنا؟ عمو شو آخر شيء بتحب تقوله؟ يعني شو منيتك؟ شو بتتمنى؟ يعني أنا بطلب يعني المحكمة تنصفني وعدالة، وأنا اللي صفينا اليومين ثلاثة من عمري قضيهم أنا وابني الطفل يلي هلأ صار عمره 19 سنة، يعني أنا انحرمت زوجتي وانحرمت بعدي عن أولادي وانحرمت أشياء كتير أنا مقابل إنه بس إيش بأمان، إيش بأمان، أعرف حالي إنه حط نام ما تجيني قذيفة، أنا متصاوب حرب، أكلت إصابات، أكلت إصابة برجلي وأكلت إصابة براسي وأكلت إصابة ببطني، أتصابت. يعني أنا مثلاً ب 2011 بآخر 2011 شفت طفل عمره 11-12 سنة مسدود بالأرض والدم لابسه لبس، نزلت من سيارتي حملته حطيته بسيارتي وركبت فيه على المستشفى، أنا على باب المستشفى أجتني قذيفة، اتصابت، أنا عم بسعف طفل تصوبت على باب مستشفى وتصوبت، وركضوا الدكاترة بدهم يعالجوني، قلت لهم الطفل أبدا، هذا الطفل أنا إذا متت معليش بس هذا الطفل ما يموت، هذا الطفل لسه الحياة قدامه. طبعا أكيد يعني ما في حدا لما هو مضطر، ما في حدا بيترك بيته، السوريين اللي اضطروا يتركوا بيوتهم هن أجبروا على عمل الموضوع وهن طالبين للحماية والأمان أكيد. فأنا أنا ببيتي إجت قذيفة على بيتي وتصاوبت ببيتي، يعني أنا قاعد بالمطبخ أنا وولادي ومرتي وولادي، يعني الفضل من الله إنه كانوا البنات عندي بغرفتهم والمدام عندي كانت بالحمام، وأنا قاعد بالمطبخ إجت القذيفة من شباك المطبخ وتصوبت، أنا الوحيد اللي تصوبت من عائلتي وتعالجت وطلعت على لبنان كملت علاجي. الحمد لله على سلامتك. يعني نحن إن شاء الله نتمنى أنه ما تضطر أنك تفترق عن ابنك أبداً، نحن نتمنى أنه قضيتك يعني أنك تربح القضية وأنك يعني تكفي حياتك بسلام وبكرامي مع ابنك، لأنه هذا أبسط حق ممكن أنت تطالب فيه. فأنا بدي أتشكرك عمو كتير، بدي أتشكرك أنك كنت معنا اليوم، بدي أتشكرك على وقتك وبدي أتمنى لك التوفيق. ألف شكر إليك والكادر اللي عند منك، والله يوفقكم والله هيك بجاه النبي ينصرنا وتهدأ سوريا وترجع الأمور كما كانت عليها من أول، وإن شاء الله يا رب نطلب من الله عز وجل الأمن والأمان لجميع أمة محمد أجمعين، جميع البشرية كلياتها. شكرا لك عمو، شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك يا عم، ألف شكر إليك.